كم بعثنا مع النسيم سلاما كم بعثنا مع النسيم سلاما كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل للطبيب الجميل حيث أقام وسمعنا الطيور وسمعنا الطيور وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور الكلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقام وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا نحن قوم مخلدون وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما خلقنا لكي نموت غراما فإذا نامت العيون
فهذني يا حبيبي فهذي يا حبيبي قلوبنا لم تنام فإذا نامت العيون فإذا نامت العيون يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي فغادي يا حبيبي على باب أحباب قل لنا راجين جنابا فإذا نامت العيون فهذي يا حبيبي يا سيدي خذ بيدي على باب أحباب طلاب راجين جنابا نبرأ إلينا عطفا علينا يا رسول الله ويا حبيب الله يا 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 سيدي خذ بيدي على باب أحباب راجين جنابك ونظر إلينا وعطفنا علينا يا 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 نور عينينا يا 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 فإذا نامت العيون يا روحي يا سيدي فغالي يا حبيبي قلوبنا لن تنام خفقات تدق من ألم الوجد نشيدا خفقات تدق من ألم الوجد نشيدا خافقات تدق من ألم الوجد نشيدا فتحسن الأنغام خافقات تدق من ألم الوجد نشيدا فتحسن الأنغام.